بقول لك ايه، تعمل ليش اعمل لي فيها ماشي ولا ما تعمليش اعمل لي فيها بليز؟ خدت نفسين جنو خلوك. بص يا صاحبي انا هقول لك على حاجه، انا فاتح ببجي كالعاده، لقيت حته الدين سلاح يا جدعان، بوم بوم بيضرب نار. فالحب الاول سوا يا جدعان، عاملين ايه معاكم؟ اوصل فيديو جديد. اول حاجه اشوفكم كلهم صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ترحب بقى يا جدعان في فيديو النهارده زبيلي. انا بفتح ببجي لقيت شويه سكنات جامده، خش نفتحوا الباكجات دي ونكسروا الدنيا ونجيبوا يا جدعان حته الدين سلاح عمر دمار. باكج دمار يا جدعان من اجمل الباكجات اللي شفتها في ببجي. مش عايز اقول لك اكتر من كده، بس احنا فاضل لنا يا جدعان 19,000 على 700,000. عايز كل راجل جدع شايف الفيديو ده يعمل اشتراك ويفعل الجرس وتدوس لايك يا زبيلي بالحب. احلى بيت مسا عليك يا حبيب اخوك، ويلا بينا. اوكي يا رجاله، سلام عليكم يا جدعان. بصوا النهارده بنفتح ببجي زي اي يوم عادي، معايا اكونت اخويا مفلس حلو. فالنهارده يا جدعان بقى، طبعا انتوا عارفين ببجي كل يومين ثلاثه بتجيب سكن وحاجات زياده يعني، فساعات بتلاقي سكن جامد فحته وبتاع وبوم طخ اف، او ساعات تلاقي سكن. فالنهارده يا جدعان جايين نبصوا في حته الدين سكن، اللي هو السكن ده السكن ده يا جدعان بوم. بصوا انا عايزك تشوف السلاح عامل ازاي. بص عايزك تشوفه وتمتع هنا، فكك من الديناصور. بص السلاح طبعا هنا مش باين، تعالى بقى معايا كده في المختبر. اوف يا جدعان السلاح ده جامد. بص ده التأثير بتاعه لما تموت حد. بص حلو ايه ده، بس كده مش فاهم يعني، مش فاهم ايش. بص كالمسج روعة. وهنا يا جدعان تأثير الضرر، دي لما تضرب حد بالعمر بيطلع له ايه، شرارة. ودي بقى شكله النهائي، يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض على السلاح، يا نهار ابيض على السلاح، السلاح جامد، السلاح بوم. بصوا الصندوق وبصوا بقى اللحظه المجيده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدعان السلاح دمار. فهو بيتطور، ادي كده 2 3 5 4 9 5 14 7 21 و7 4 21 و7 29 39 ماتيريال عشان يتطور ماكس. فالنهارده معانا 800 كام؟ 8400 شد. فان شاء الله يا جدعان هنحاول نطلع اللبسه. بصوا اول باكج فيه ايه؟ بصوا باكج فيه اللبسه اللي هي دي، حلو، وفي الشنطه الخوذ اللي هي الماسك، في الباراشوت او البتاع دي، وفيها الشنطه. اوف الشنطه حلوه، ومعانا اللي هي دي اللي بتجيب الحاجات، ومعانا ماتيريال وسكوبات بقى وبتاع وماتيريال والسلاح. اهم حاجه انا عن نفسي انا عايز السلاح، اللبسه ممكن تيجي ممكن لا. فاحنا ايه الكاونت الصراحه بتاع الولا مفلس ده حظه من اخر مره، انتوا فاكرين كان حظه جامد، فهنديها اول 10 بحظ كل راجل جدع. لا اول واحده دي هتكون لفه بحظ كل واحد جدع يا جدعان، داس لايك حلو، عايزين نوصل 700,000 يا جدعان. فيلا بينا زميلي وديه. ده بيفتح سكوب وبيضرب، حلو. طلع ايه بقى، ايه ده ثواني بس، ايه ده، دي بتجمعهم تبقى دي. طيب مش عارف. بصوا احنا نفتح اول 10 يا جدعان بحظ لايكات وبحظ كل الجدع ده لايك، وساعتها هنقرر بقى البتاعه دي بتعمل ايه. فبسم الله يا رب، حلو اضرب جمع لي اجزاء، حلو. حاجه كمان بقى الشنطه، ايه ده، دي جات يوم بنت اللذين، جات يوم. طب بص انا عايز افهم بس البتاعه دي بتعمل ايه، مش عارف بتعمل ايه يا جدعان والله، مش عارف. بس ازاي هعمل ده، بس دي 10 يا جدعان بحظ كل راجل جدع بيحبني ومن ايام بيضحكونا وعايز يوصلنا 700,000 برضه مشترك. يلا بينا ان شاء الله. جات لي الشنطه كنت بحسبها جت دايما بنت اللذينه، بس طبعا شكله الباكج ده يا جدعان حظه بيبي. يوم وجالي سكوب 4، حلو، دي سكوب 4 طبعا لو جالي السلاح، حلو. طب نديها يا جدعان، حلو شكرا، نديها. ايه ده، في حاجه هنا جزء، حلو، 10 بحظي بسم الله ودي يا رب ان شاء الله. انا عايز حاجه، عايز السلاح، يا لو السلاح يجي، السلاح جالي ناب، حلو، وماتيريال يا ابن اللعيبه، يا عمس يا ابن اللعيبه وسكوب ثلاثة يا ابن اللعيبه، يا عمس الناب وجالي ماتيريال، حلو انا يا عمس. طب دي بحظ كل راجل جدع يا جدعان اسمه احمد على اسمي، يلا بينا بسم الله ان شاء الله هنحاول نطلع حاجه ان شاء الله. ها حلو، الناب تاني، الناب تالت وجالي نيد، حلو نديها يا عم بحظ ولا رش الغاب جسمه بس حاضر باسمه، يلا بينا نودي ان شاء الله هيجي حاجه. انا متاكد ان الباكج ده هيجيب لي حاجه يا جدعان، شنطه، يوم قطع، يوم 15 يوم، انا عم افتكرتها دايما،
طب ايه هنا في ايه حلو؟ هنا في التاج ولا بتاع ده حلو دور حلو كده معانا 5830 ايش هتديها واحده يا جدعان وحظ كل واحد صلى على النبي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب حاجه مسك دايما او السلاح سكوب 4 جالي. طب هي الاجزاء دي بتتجمع؟ انا حاسس انها بتتجمع اي ممكن تتجمع 100 او ممكن تتجمع حبه او 50 وتجيب لي واحده فانا هشوف يا جدعان في الحظ الاخر هنشوف بس الحظ ده ان شاء الله بحظ كل واحد داس لايك وان شاء الله هتطلعوا لي حاجه ان شاء الله هتطلعوا لي حاجه ان شاء الله هتطلعوا لي حاجه ان شاء الله هتطلعوا لي حاجه يا اولاد اللعيبه حلو جميل جميل حلو قوي بكام بقى الحاجات بكام بكام اوف السلاح بثلاثه فانا عن نفسي هختار السلاح ومش هختار البدله حلو يلا بقى نكملوا يا جدعان بحظ اللايكات ان شاء الله ان شاء الله جالي 52 واحده كده جالي 10 ماشي حلو جالي 10 من الاول الحاجات دي جميل حلو ماشي مش مشكله حلو تعال نفتحه دي جالي السيف اوف ده السيف الجديد ماشي هنا يطلع لي ايه ماتريالية حلو معانا 423 فيا جدعان اشتركوا يا جدعان نوصلوا 700000 راجل مظبوط الصندوق ده فيه حاجه اساس سكوب 2 سكوب 2 حاجات بتطلع ايام يا جدعان طب ايه نعمله ايه نعمله ايه واحده بحظ الاشتراكات طيب ان شاء الله ان شاء الله هيطلع لنا حاجه هي هتطلع لنا حاجه يعني هتطلع لنا حاجه يا جدعان الصندوق ده جاب لي النت تاني جاب لي الشنطه يوم جاب لي البتاع يوم فكسان يا جدعان فكسان 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 بس قشطه حاجات بتتكرر معانا 60 قربنا نجيبه تاني يا رب يا رب جالي 6 جالي 6 حلو يا رب يا رب يا جدعان بحظ كل راجل جدع يا جدعان 10 بحظ كل راجل جدع حلو جالي 6 كمان تقريبا مش عارف يا رب حلو بخاخه الشنطه بتيجي يوم ليه ما تيجي دايما يا فقر تعالي دايما يعني والله جات لي ياما قوي يا جدعان طيب ناقصنا فتحتين ونكمل معانا 70 واحده فبسم الله الرحمن الرحيم نودي جالي 10 برضو جالي 2 ايه ده؟ ايه ده؟ دي هتطلع عمله؟ دي هتطلع عمله؟ ده هتطلع عملة؟ عيب 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 انا عارف بتبان من فوق الصراحة بتبان من هنا بنت الصايع ماشي كده هيكون انا مش عارف الدقة دي هتجمع لنا كام؟ كده جمعت 8 جات لي 8 من اللي هي القصاصات دي فهل بتجمع 100 بتجيب لي واحدة؟ ده اللي انا عايز اعرفه الصراحة فاحنا مع بعض لغاية ما نجيب 100 ان شاء الله ان شاء الله حلو ماشي ها هتجيبي 100 وتجيبي 94 94 واحدة فهنا ممكن تيجي لي حاجه مسك انا عايز حاجه مسك تيجي في النص هتروق عليا قوي حلو تمام حلو ان شاء الله دي بقى هتجيب لي 100 97 يا على الحظ يا على الحظ يا على الحظ شكلها ممكن نفتحها تاني في الباكج ده اوه جالي الوش يا ابن الاسطوره يا قمص يا ابن الاسطوره يا قمص يا ابن اللعيب جالي الوش اوه مجالي ماتيريال نايس طب دي لما بتجمع كام طيب مش عارف طب دي لما بتجمع كام طبعا يعني احنا ممكن يكون لنا جزء تاني مع الباكج ده ووش هيكون لنا جزء تاني فدي لما بتجمع كام ولا دي غير البتاع اصلا الله الله يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود انا جبت واحده بالغلط يا نهار اسود يا امس طب ايه يا نهار اسود يا امس يا نهار اسود كنا نجيبه تبديل الجواهر طب رجعناهم اهو حلو اوي الحمد لله الحمد لله فنجيب السلاح ونقول بسم الله السلاح ولا اللبس السلاح ولا اللبس يا جماعه السلاح ولا اللبس انا بقول السلاح اوف اللبس حلوه وجامدة بس السلاح السلاح والمرة الجاية نجيبوا اللبسة
عشان هي فاهمين. انا شايف ان احنا ايه تغنى كده تبديل الجواهر. انا ممكن اجيب ايه تاني ب 47 بتجيب لي والله حلوه يا جدعان الفكره دي، والله الفكره دي جامده. لا انا كده ممكن اجيب اللبس كل اسبوع، اجيب السلاح واقول بسم الله يا رب احلى سلاح. بوم 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 حبيب اخوك. بوم فينك يا عمرو؟ فين السلاح؟ بوم بوم طقمنا. حظ غريب قوي، حظ غريب قوي. استنى بس كده نشوفوا ايه معانا. صناديق تانية ولا حاجه؟ صناديق ده كلاسيك، ممكن نكسبه ايمو فور تلج كده ولا حاجه. انا حاسس نقوله بسم الله بسم الله بسم الله. ايه معانا اي حاجه تاني؟ معناش اي حاجه، دول ناقصنا ثلاثه مش مشكله. حلو تعال نستعمل ار بي. معانا ايه تاني؟ تسعة. ايه ده؟ ثواني، هو ايه ده بيتعمل بيه ايه ده؟ مش عارف بيتعمل بيه ايه الصراحه يا جدعان. فانتوا شايفين ايه بقى يا جدعان؟ نعملوا جزء تاني في السلسله دي ونطوروا السلاح الجامد ده، ولا نعملوا ايه؟ انا مش عارف بصراحه. بس هو السلاح بوم الصراحه. معانا 4 ماتيريال، ايه رايكم؟ يعني نطوروه ونعمل جزء تاني، ولا انتوا شايفين؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، احلى متمسلكوا، كان معاكم امس، اشوفكم في فيديو جديد يا جدعان.